إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أنا أجيبك عن كل سؤال، أنا ترى علم السحر كله في راسي، لكن أريد أسألك سؤال واحد فقط الحين، بس واحد تفضل. قال كيف استطعت أن تقبض علي؟ وكيف استطاع وكيف الجن الكلاب ما علمتني أنك تقبض علي؟ إذا رأيت ذاك الرجل الذي يزعم أنه معالجاً أو قارئاً أو يعالج بالأعشاب يسأل عن اسم الشخص أو اسم أمه نعرف أنه. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. كما تشاهدون عبارة عن طاقية بداخلها بعض الأعمال السحرية لأحد السحرة، ألقي القبض عليه بفضل الله جل وعلا وأخرج سحره. هذه مجموعة من الأعمال يا أخوان، عمل لأسرة بأكملها، الأم والزوجة والطفلة التي لا تتجاوز عمرها 7 سنوات، والد الزوجة والزوج. فأمرت بالكشاف فرأيت موقفا والله ما رأيت في حياتي أبشع من ذلك الموقف. أنا لم أرى في حياتي الجن أبدا، إنما أسمع كما تسمع. إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذا العمل يا إخوان أنا سأترككم تنظرون إليه ولأجل تعرفون حقارة هذا الساحر. ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله عز وجل وأثني عليه وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، طبتم وطاب مساؤكم. السحر والسحرة، الشعوذة والمشعوذون، الكهانة والكهان، عبارات قديمة جديدة، كثير هم الذين يتحدثون عن المجتمع وما يعيشه من مستجدات ما أسرع ما أن تنتهي، ما أسرع أن تنقضي وتصبح ذكرى طواها الزمان. لكن ثمة أياد شيطانية أساليب كفرية تسعى لتفريق الجمع وتحقيق الأهداف الدنيئة لمن استخدمها. أحباب المشاهدين، امرأة أحبت زوجها وأحبها، عاش في أرغد عيش وأجمله، وفي لحظة من اللحظات ودون سابق إنذار أصبح هذا الزوج لا يطيقها ولا يحب أن يراها. انقلبت حياتهم بعبارة أوضح 180 درجة. ما السبب؟ ما العلة؟ وماذا حصل؟ رجل يملك عقارا وثروة طائلة، يتقلب في أرجاء قصره المشيد بصحة وعافية، وفجأة أصبح قعيدا لا يتحرك، قد كره كل شيء حتى هذا البيت الذي يسكنه. فتاة جميلة تحب رجلا ولا تعرف سبب تعلقها به، إنما هو شيء غصب عليها يدفعها لمحبته والتعلق به، وتبحث عن أسباب ذلك فلا تجد لنفسها تعليلا ولا إجابة. بيت يعيش أهله الإطمئنان والحب والتقدير فيما بينهم، الوالدان رمز الأبناء والأبناء زينة حياتهم، وفجأة أصبح الوالدان لا يطيقون أولادهما، والأولاد لا يطيقوا الأبوين. قصص مؤسفة، حوادث مبكية، صنعها ساحر، قادها مشعوذ، أحكمها كاهن، لكن أبطلها الله جل وعلا. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. كيد ساحر هو موضوعنا لهذا اللقاء من برنامجكم دين ودنيا. لا أطيل عليكم، الكل بشوق إلى أن نستفتح دقائقنا الأولى مع ضيفنا الكريم. فباسمكم جميعا أرحب بالداعية المعروف فضيلة الشيخ عادل بن طاهر المقبل، رئيس هيئة الفاروق والفيصلية والمكلف بمتابعة قضايا السحر والمشعوذين بمنطقة الرياض. حياكم الله شيخ عادل. الله يحييك شيخ، نسر كثيرا أن تكون ضيفا لنا شيخ عادل. الله يجزاك الله خير. الله يحفظك. أعود لكم مشاهدي الكرام فقط أذكركم بأرقام الهواتف وكذلك
كذلك رقم الفاكس وسيخرج بعد قليل والبريد الإلكتروني. نسر كثيرا بأن تتواصلوا معنا كي حقيقة نرى مدى التشارك ومدى التفاعل في هذه الحلقة التي نسأل الله عز وجل منه وكم أن ينفعنا وإياكم بما يطرح فيها من العلم النافع وكذلك العمل الصالح، إنه أعظم مسؤول. شيخ عادل، الكل يشتاق إلى كلمة توجيهة منكم في بداية هذا اللقاء، فبما تستفتحون لقاءنا هذا؟ الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. حديثنا اليوم الحقيقة الشيخ لا تنقصه الصراحة، حديثنا اليوم نريد أن نتحدث عن شخص بئيس، هذا الشخص الذي نذر نفسه أن يكون المعين الأول للشيطان الرجيم، هذا الرجل الذي اتخذ من نفسه مركزا من مراكز الدعوة بالكفر بالرحمن جل وعلا. وحديثنا اليوم لم يكن هذا الحديث حديث من قرأ أو سمع أو قيل له، لكن نريد أن نتحدث عن هذا الجانب، حديث من الله عز وجل عليه بأن أكرمه بهذه البلاد فأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهيأ الله عز وجل له ولاة أمر يعينونه على إلقاء القبض على أولئك الذين هم مراكز للدعوة للشرك بالرحمن جل وعلا، وإحالتهم إلى الشرع المطهر لتنفيذ أحكام رب البرية. ولن نتحدث اليوم عن حكم السحر والساحر، فإنه لا يخفى على كل مسلم ومسلمة حكم الله ورسوله في السحر، لكن نتحدث عن شيء موجز عن هذا الأمر. السحر هو عبارة عن عقد ورقى، نعم. وتمام، عقد يعقد الساحر في هذه العقد، عقد يعقدها الساحر ثم ينفث فيها بريقه النجس مستغيثا بالشيطان كافرا بالرحمن. عقد يعقدها الساحر حينما يتقرب إلى شيطانه، وقد تكون هذه العقد في أشياء قد كتبت ثم يعقد عليها وينفث، وقد تكون في خيوط أو يكون في شعر، هو عبارة عن عقد ورقى، حجب يكتبها ليعلق الناس بها، أو أبخرة يعزم عليها المعزم، يعزم عليها المعزم ثم ينفث بأشياء يستقسم بها على الشياطين. طبيعة هذه الأشياء شيخ عادل؟ عبارة عن مجموعة من الأعشاب يركبها ثم يقوم بوضعها بعد أن يقسم على أقسام معينة ويأتي أشياء وعزائم يتقرب بها إلى الشياطين، نعم. هو عبارة عن عقد ورقى وتمائم تؤثر في بدن المسحور وفي قلبه وعقله، ولها حقيقة، فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض، منه ما يأخذ الرجل عن زوجته ويمنعه عن وطئها، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، له أشكال كثيرة جدا. أحيانا قد يرى الرجل زوجته بشكل قبيح أو يشم منها رائحة نتنة لا يستطيع البقاء معها، هذا ما يسمى أيضا بالربط الصرف، وأحيانا يكون الرجل يعطف على امرأة كما ذكرت فتاة تتعنت بشخص، وهذا ما يسمى بالعطف. ولذلك قرر الإمام محمد رحمة الله عليه أن نواقض الإسلام عشرة، وقال الناقض السابع هو السحر وهو صرف وعطف. جماع هذا كله هو اتفاق بين الساحر والشيطان، اتفاق بين الساحر والشيطان، يتقدم بأعمال يتقرب بها إلى الشيطان فينفذ له ما يطيع ويفعل له من صرف وعطف. ولذلك يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وهو مركب من تأثير الأرواح الخبيثة وانفعال القوى الطبيعية. فالساحر يقول كافر محارب لله ورسوله، فالله جل وعلا يقول في محكم التنزيل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فدلت هذه الآية الكريمة على أن السحر كفر، وأن السحرة يفرقون بين المرء وزوجه، كما دلت على أن الذين يتعلمون السحر يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا أن ليس لهم عند الله من خلاق. الساحر ظالم، الساحر معتدي على الأعراض، الساحر يدعي علم الغيب، لو لم يكن من هذا الساحر إلا أن همه الأكبر هو أن يعبد العبادة لغير الله عز وجل. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فقد أشرك؟ بلى. طيب هذا في حال من يتعلقها، فكيف بمن يكتبها ويأمر الناس بتعلقها؟ هذا الساحر يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حاله: من أتاه كاهنا أو عرافا فسأله
فصدق. فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب هذا الذي يسأل كفر بما أنزل على محمد. طيب المسؤول الذي فعل. طيب جاء رجل يقول لا والله أنا أريد أن أسأل عن حظي وأسأل عن وضعي وأسأل عن بس من باب بس يعني حب الاستطلاع. يقول لا تقبل له صلاة أربعين. هذا الرجل البئيس الذي اتخذ نفسه مركز من مراكز الدعوة إلى الشرك. ولذلك أيها الأحباب ما يمكن يتم السحر للساحر إلا بتقربه للشياطين وكفره بالرحمن الرحيم. ولذلك من يعمل هذا لا يتعلم السحر ولا يذهب إلى السحرة ولا يتعلمه ويعتقد به إلا من خلى قلبه من الإيمان واستهوته الشياطين. السحر مصدر خطر والله على المجتمع، فهو آفة الآفات. كم من مجتمع انهد بناؤه، كم من مجتمع انهد بناؤه، كم من زوجة تطلقت، كم من بيت اندمر، كم من شريف وضعه، كم من لئيم رفعه ومكن له. كل ذلك بإذن الله وقدرته. فالله عز وجل يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. السحرة معول هدم في المجتمع، يهدمون عقائد المسلمين، يهدمون عقائد المسلمين بسحرهم وبطلاسمهم. فكم من بيت آمن شتتوه مقابل مبالغ ودريهمات يتقاضونها من ضعاف النفوس الذين يحبون أن يرون أولئك الأشخاص في فرقة وفي شقاق وفي عذاب تخبطهم الشياطين. كل ذلك لأنه لا يمكن أن يتم هذا العمل إلا بتزلف الساحر للشيطان. الحقيقة شيخ يعني هناك مصالح مشتركة بين الساحر والشيطان. ما يمكن يتم السحر للساحر إلا بتقرب الشيطان له. يعني هناك مصالح مشتركة بين الساحر والشيطان. مش مصلحة الساحر حينما يعقد الحجاب، ما هي مصلحة هذا الساحر من الشيطان وما هي مصلحة الشيطان من الساحر. هذا الساحر مصلحة أمرين قررها رب العالمين في كتابه. لما جاب فرعون السحرة قالوا لنا أجر، قال نعم لأنه يعرف حقيقتهم، ما يريدون غير الدنيا والوجاهة والمكانة. قال نعم وإنكم من المقربين، تعال أعطيكم خليكم أقرب الناس بس كونوا معي، لكن كونوا معي. طيب وش هدف الساحر الشيطان؟ هدف الشيطان هو جلب العباد، تعبيد العباد لغير الله جل وعلا وتعليقهم، وهو أحيانا ينوع لهم طوق الإضلال فيأتيهم من باب الشرك. عجز عنه جاءهم من باب البدعة، عجز عنهم جاءهم من باب الكبيرة ثم الصغيرة، حتى يشغل حتى في المباحات، ثم إذا أسقطه بدأ يكرر حتى يوقع في الشرك. إذا الشيخ عدنا اتفق هذا اللقاء هو لقاء بيان توحيد حقيقة وهم الأهمية بمكان، ما في شك. فالتوحيد يعني الشرك، عفوا السحر شرك واستعانة بالشياطين. فهذه الحلقة هي حقيقة بيان وإيضاح لمعنى ولقدر التوحيد في قلوب المؤمنين. ولذلك يا شيخنا الحبيب يعني تخيل من يعني كيف تدرج الشيطان معه. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جنس العرب، لكن بالتحريش بينهم. بدأ بقضية التحريش، يعجز ثم يبدأ يدرج له. الحقيقة شيخ يعني من أعجب من تكلم عن هذا الجانب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الذي استطاع أن يدخل في دهاليز هؤلاء. ما من قضية ضبطوها إخوانكم من رجال هيئة إلا وشيخ الإسلام رحمة الله عليه قد احتسب على مثلها. ولذلك سبحان الله العظيم ما في قضية يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وما أجد يخالف هذا الكلام إلا نقول الخلل عندنا نحن. ولذلك يصف شيخ الإسلام ابن تيمية حال أولئك السحرة، يقول هم لا يتطهرون ولا يتوضؤون، يكون الواحد منهم ملابسا للنجاسات معاشرا للكلاب، يأوي الحمامات والكمامين والمقابر والمزابر، رائحة خبيثة لا تطهر. والله كنت أتأمل أقول سبحان الله كيف ينام في الزبائن. حتى سبحان الله العظيم تقدم أحد الأشخاص إلى أمير الرياض يحفظه الله وإياكم، فقال إن هناك بيت مهجور في الحي أرعب أهل الحي وآذاهم، تخرج منها أصوات غريبة ويخرج منه نور، لمبات إضاءات خفيفة أزعجت أهل الحي. جاءت برقية الأمير وكعادته حفظه الله سمو أمير منطقة الرياض، برقية عاجلة في الليل، عليكم التوجه لهذا المكان، لهذا المكان وفي عاجلا وإفادتي شخصيا بذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة وإفادتي بذلك. هذا الكلام كان في الليل. توجهت أنا ومجموعة من إخواننا رجال الهيئة إلى هذا البيت المهجور، ودخلت في هذا البيت وإذا هو بيت مهجور، أنرت بالكشاف فإذا في الجدار طلاسم قد كتبت ورموز مكتوبة في الجدار. في نهاية الطلسم المكتوب على الجدار مسمار ضرب، ثم في نهاية الطلسم عقد بعقد
جاء بها ثم ربطها في نهاية الطلسم عقد، ثم في نهاية الطلسم وضع ملابس داخلية رجل وامرأة أجلكم الله، ثم رسم صورة امرأة عالية أجلكم الله، كتب في داخل فرجها لفظ الجلالة تقدس الله جل وعلا. ولم يكتفي الخبيث بذلك بل كرر الطلسم، ثم ضرب مسمارا آخر وكتب عقد، ثم وضع طلسما آخر. عندها الحقيقة أمرت بالكشاف، فإذا في الجدار خرق عقد بعقد، لكنها ضربت بالسلاسل وضربت عليها بالأقفال. فقلت لإخوانكم من الرجال هيا لعل الله جل وعلا ساقكم إلى هذا الرجل ليفك عنه السحر. هو موجود في العقد، موجود لكن الوقت متأخر. ثم نظرت فإذا بصور لنساء عاريات قد رسمها وقد وضع امتهانا واحتكارا للفظ الجلالة، تطأ المرأة الله بقدمها على لفظ الجلالة تقدس الله جلاله. قلت يا أخوان خلونا نخرج، والله إني أخاف أن يخر علينا السقف من فوقنا، أخاف أن يخر علينا السقف من فوقنا. ثم أنرت بالكشاف فإذا في داخل غرفة زبائل جلبت، يعني تحس أن هذه الزبائل جلبت للغرفة بارتفاع نصف متر. ثم أنرت بالكشاف فرأيت شيء يتحرك، أنا في حياتي لم أرى الجن ولا يشاهدوني، ما رأيت الجن لكن أسمع كما يسمع. فرأيت أشياء تتحرك، ثم رأيت جسد عاري أسدل شعره بشكل قبيح، ثم تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره شيء حتى يرتحل من مكانه. فقلت لإخواننا من الرجال هيا يا إخوان نحن ننظر إلى هذا، إن كان جنيا فإنه لن يصمت أمام كلمات الله التامات وهي أسماء الله وصفاته الكاملات، وإن كان غير ذلك فإن الله جل وعلا سيعيننا عليه. أنرت بالكشاف فإذا هو شخص فألقي القبض عليه، وإذا هو يقول إن الشياطين إن الجن تأمرني أن أبات في هذه الأماكن وفي هذه الزبائل حتى تنفذ لي ما أريد. هذا المكان السيء المهجور الأسود المظلم القبيح حقيقة يا شيخ هادر، ما رأينا أصلا يا أخي الكريم ساحرا أصلا إلا فيهم هذا الساحر والكاهن اللي يروح يضرب عنده بالودع وشاف لها الحظ، هو ما عرف لنفسه. والله ما رأينا ساحر على كثرة الأموال اللي عندهم إلا هو في بؤس وشقاء وعذاب وتعب. وسبحان الله العظيم ما أنسى موقف لذاك أحد السحرة، أوتي بسطف في الجسم وهيبة، وسبحان الله العظيم تم عرف عن هذا الرجل أنه متخصص في التفريق بين الرجال وزوجاتهم، اتفق معه بفضل من الله عز وجل، وبعد الاتفاق سلم مبلغ وألقي القبض عليه. فضبطنا في جيبه الأيمن ولا يمن ولا بركة، قال عمل، فقلت هذا لمن هذا العمل؟ قال هذا العمل لشخص لأفرق بينه وبين زوجته. وإذا في جيبه الأيسر عمل آخر، قال هذا لرجل للإضرار به في تجارته. والله في جنبه عند قلبه الخبيث الأسود النتل مجموعة من الطلاسم كتبها ووضع فيها بعض البخرات يتبخر بها. فقلت هذه لمن؟ قال هذه أنا أصلا لنفسي يا ابني. قلت له قل الحق. قال أنا ما أكذب عليك يا ابني، الناس تلجأ إلينا عشان نحل مشاكلها، وإحنا والله عجزنا نحل مشاكلنا، والله ما أستطيع أن أنام حتى أضع هذه الأبخرة فأتبخر فترضى عني الشياطين. الحديث عن السحرة شيخ يطول، لكنهم يستخدمون الشيخ كما أسلفنا الحق القذرات وحقيقة ويمكثون عندها كما قلتم في القمم وغيرها، لكم التعليق الحقيقة شيخ نحن الحديث عن السحرة بابه يطول، ولو أردنا نتكلم عن السحر وكيف تدخوله وحقيقة لاحتجنا إلى أيام طويلة، لكن نريد أن نتحدث عن أقوام هم يخرجون للناس بظاهر الصلاح والاستقامة، يوم يتلبس ملابس أهل الخير بالرقية الشرعية ثم ينفث سمومه من داخلها، ويوم يخرج باسم العشاب، ويوم يخرج باسم السيد، ويوم يخرج باسم الولي الصالح، ويوم يخرج للناس ويحمل معه سبحة طويلة على أنه ذاك الرجل الولي الذي يستطيع أنه يسبح، فينظر إليه بعض يعني ضعاف النفوس هذا طول السبحة أنه هذا يسبح، الناس تشيل معه سبحة صغيرة وهذا يسبح تسبيح بآلاف. التسبيح يخرج للناس بظاهر الصلاح والاستقامة، أما حقيقتهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. والله إن أحد السحرة ألقي القبض عليه خرج للناس بظاهر الصلاح والاستقامة، والله إن عنده صنم يطيبه ويعبده ويتقرب فيه إلى الله إلى غير الله عز وجل. السلام عليكم.
إذن الشيخ عادل نتفق على قضية أن هؤلاء هم لا يرعون إلا ولا ذمة ولا يرعون توحيدا ولا كذلك رحمة بمن يعني أصابون بهذه الأمراض وهذه الحجوب. هل لكم من تعليق على بعض السحر الذين يستخدمون كما أسلفت القاذورات وكذلك أشياء المنتنة في بعض الأشياء؟ يعني نحن بينا الآن حقيقة الساحر. نعم. الحقيقة يا شيخ الساحر يعني من هو الساحر هذا؟ الساحر هذا رجل بئيس، هذا رجل ممسوخ لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، همه الأكبر هو تعبيد العباد لغير الله ويتشفى بإيذاء الناس. أنا ما أريد أن أطيل الشيخ، لكني أنا كما قلت لكم أسلفت لإخواني المشاهدين أن يعني بفضل الله عز وجل شاهدت شيئا بفضل الله عز وجل. أنا أشهد الله على ذلك الشيخ عادل. نعم. قد المشاهدين لا أبلغهم، لكن زرتك في المركز وقبلك من قبل الشيخ عادل معروف أحد المشاهدين وهو متابع بالقبض على السحرة، وكنت عنده قبل أمس وقبض على ساحرين ولما خرج قال جاء ثالث، وكان حقيقة السحر الذي أتى كان شديدا وقويا، لكن سبحان الله لما قرأ القرآن ولما يعني أصبح ضعيفا كما قال جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لا وقعت الشيخ عادل. حقيقة يعني الشيء الذي شاهدناه نريد أن نبين للإخوان حقيقة هذا الساحر وكيف بأفعالهم وأعمالهم الخبيثة النتنة يفعلون بهذه الأشياء. نعم. أنا لو أرى يعني لقطة معنا ممكن مخرج على بعض اللقطات عبد الحكيم معنا الآن لقطة لعله تابعها مع المشاهدين الآن ومشاهدون يعلق على الشيخ عادل الآن. طيب الشيخ عادل معك الآن الهواء شاهدها. هذا الآن سحر يا إخوان بفضل من الله عز وجل ألقي القبض على وجد هذا السحر لأحد السحرة. السحر الآن عبارة عن طاقية كان ملفوف بحجاب امرأة ثم لف بكيس بلاستيكي، وهذه طاقية لصاحب البيت للزوج، وترون أثار الدماء أجلكم الله النجسة، وبداخلها بعض القاذورات والحفائض التي وضعت بداخلها آيات من القرآن، بداخلها وضعت شيئا من القرآن، سورة في قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلك، وآية الكرسي. ثم سحرت الأسرة بأكملها سحرت الأسرة، يعني مجموعة من السحر الموجود في داخل هذه الأعمال، إنما توضع هذه النجاسات قد تؤخذ من الزبائل والقمائم ليوضع بها العمل احتقارا وامتهانا لكلام الرحمن جل وعلا. هذه الأعمال لأسرة مكونة من امرأة كبيرة في السن تجاوزت 60 سنة، و لبنت طفلة صغيرة ما يتجاوز عمرها 7 سنوات، وللأم الزوج والزوجة. هذه الامرأة العجوز ما تركت مستشفى أهلي ولا حكومي إلا ذهبت إليه، تجد في جسدها كطعن الرماح. الآن أخذ شيئا من أثرها من شعرها، وهو كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، سحر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة، أخذ هذا العمل الآن كما تلاحظون عقد عليه. الله جل وعلا يقول من شر النفاثات في العقد، عقد أخذ شيئا من أثرها ثم عقد عليه ثم وضع هذا المخرز، وهذا المخرز هو آثار الآلام التي تجدها في جسدها الآن. الآثار الآلام اللي تجدها من أمراض وتعب، وتجد طعن هالرماح في جسدها والضرب، والمستشفيات تقول تحاليل سليمة، الإشاعات سليمة، لا يوجد شيء، هو من أثر هذا المخرز الذي وضع. ثم عقد الساحر البئيس الخبيث مستغيثا بالشيطان كافرا بالرحمن مرضيا له، وضع في شيئا من أثرها هذا المخرز، هو الذي يجد أثر هذا الألم، هذا العمل للمرأة. وثم العمل الآخر ربطه وعقد عليه بعقد أخرى، العقد الأخرى الموجودة للزوجة. هذه الزوجة في هناء وفي عافية ومع زوجها، عمل لها هذا العمل، وضع لها وعقد عليها في داخل أثر من أثرها من شعرها أيضا. بمجرد أن هذه المرأة الليل يظلم يدخل وقت المغرب، لا تستطيع المرأة أن تجلس في بيتها بأي حال من الأحوال، فتنقل إلى بيت أهلها. فإذا ذهبت إلى بيت أهلها بقت في الشارع إلى أن يخرج الصبح، سبحان الله، من شدة الألم وشدة الفراق. ثم أخذ من شعر الطفلة الصغيرة ما تجاوز عمرها 7 سنوات، والله وأنتم تشاهدون الآن في العقدة الثالثة شعر طفلة صغيرة أخذت ثم سحرت. لا تريد أبوها ولا تريد أمها، يا الله أجدادها يبكونها عندهم في وسط البيت يأخذونها. ثم تلاحظون الآن العمل لشعر طفلة صغيرة
سحط فرق بين الرجل طفل سبع سنوات سبع سنوات ما يتجاوز عمره فيها أمراض ما يعرف مرة يقول أنيميا مرة يقول فيها فقر دم مرة المرأة تقول الطفلة ما يعرف وش أسبابها قد يكون فيها أمراض ثم أخذ للأسرة بأكملها الزوج هذا عمل للأسرة بأكملها الزوج والزوجة ثم وضعت هذه الطلاسم هذه الورقة يا أخوان كما تشاهدون والله ذابت مع الماء ولكن كتبت فيها آية الكرسي بدماء الحيض الله المستعان إرضاء للشيطان إرضاء للشيطان لأن آية الكرسي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوى الرجل إلى فراشه فقرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقرب الشيطان وهي تكتب هنا احتكارا وامتهانا لكلام الرحمن جل وعلا وإرضاء للشيطان لأن آية الكرسي تؤثر في الشيطان بفضل من الله جل وعلا ثم أخذ شيئا من بعض الأبخرة والأعشاب التي توضع مع شيئا من الآثار من الأظافر ثم عقد عليها جميعا ولفت هذا نموذج من أعمال السحرة وحقارتهم وذلهم كيف يعملون بهذه الأعمال يكتبون كلام الرحمن جل وعلا ويحتقرونه بدماء النجاسات وبدماء الحيض وما خفي أعظم لكن هذا نموذج بهذه النماذج تشاهد بفضل من الله جل وعلا ما أنفك هذا العمل إلا والله الذي لا إله غيره كأنما نشط من عقال وهذه اللقطة الثانية هذه اللقطة الثانية الآن معروفين يعني السحرة أنهم دائما يحتقرون كلام الرحمن جل وعلا ويمتهنونه الآن هذا عمل وجد بفضل من الله عز وجل عند أحد السحرة وضع في حرباء لكن ماذا بداخل هالحرباء الآن تفتحونها أنت. الآن نفتحها في داخل هذه الحرباء الآن موجود وضع بعض أسماء طلاسم الشيطان أسماء طلاسم وأسماء لبعض الشياطين تعظيما لهم ثم وضعت فيه بعض أسماء الرحمن جل وعلا الله جل وعلا يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها هذه الأشياء الموجودة الآن الموجودة يعني بداخلها وضعت الهم الأكبر هو أن يتعبد إلى الشيطان حتى بمعصية النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذون هذا الجانب هذا الحيوان بصفته على أنه نوع من أنواع الوزق ثم وضعت أسماء الله عز وجل الحسنى ثم دفنت ووضعت عليه كما تشاهدون أجلكم الله بصون الحمير ثم وضعت طبعا احنا أزلنا بعض الأشياء الموجودة ممكن نطلعها عليكم على الواقع موجودة عندنا لأننا سنتوقف الآن فيها طبعا بعد فتحها الآن الشيخ وفكها يعني يوجد فيها بعض الأشياء الموجودة هذه الأشياء التي حشيت هي مجموعة من الأبخار أبخرة أو الأعشاب التي تطلبها الشياطين منهم ثم يضعون معها شيئا من أسماء الله الحسنى وصفاته ثم يضعون بعض أسماء الجن الموجودة هنا فيها ليه؟ لأجل أن يحتقر هذا بس نوقف عندما يشوفه أوقف اللقطة الآن يا أخ عبد الحكيم أوقف اللقطة لا معنى اللقطة ثانية المخرج عبد الحكيم متفضل يا شيخ معك الآن هذه الحقيقة يعني نفس العمل الموجود هذا هو الموجود الآن اللي كان في اللقطة السابقة اللي كان موجود في اللقطة السابقة هذا هو هذه الحرباء هذه الحرباء طبعا نحن من باب يعني تنزيه اسم الله عز وجل أزلنا بعض أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته لأنها أجلكم الله محطوطة فيها وضعوا في نفس داخل هذا السحر موجود الآن كما تشاهدون في داخل الحرباء هذه الأعمال ثم وضع معها وضع معها ما يمكن أن يتم السحر للساحر إلا بوضع كرابين تقرب بها إلى الشيطان إما أن يكفر بالرحمن إما أن يكتب بالنجاسات إما أن يضع أسماء الله عز وجل الحسنى شوف في هذه الحرباء الآن أدخلوا الأعمال السحرية ثم وضعوا معها في داخل الحرباء الثانية أسماء الله عز وجل الحسنى ثم دفنوها أجلكم الله بصون الحمير كله احتكار وامتهان لكلام الرحمن نحن طبعا نزلنا الأسماء الله عز وجل حسنا تقديسا لها وضعت هذه كلها احتكارا وامتهانا لكلام الرحمن جل وعلا كل هذا الأمر ما يتم للساحر إلا بهذه الطريقة حسنت يا شيخ نستأنف اللقطة اللي بعدها يا شيخ طيب. عادل نعود الآن لمشاهدين اللقطة التي توقفنا عندها لعل المخرج يعيدنا الآن هي لقطة الآن ستشاهدون مع أحباب المشاهدين تعود لها الآن تفضل يا شيخ عادل هذا بيت مهجور الحقيقة احنا قاعدين يعني نبين حقيقة حقارة هذا الساحر يوم يكتب بالنجاسات القرآن يضع اسماء الله عز وجل الحسنى وجدته هنا الحجاب هذا العمل الآن الموجود في داخل بيت خرب مهجور تم إخراجه هو عبارة عن عمل الآن موجود عمل لأسرة بأكملها لف بقصدير وأبدا سبحان الله العظيم ما أشبه الليلة بالبارحة لبيد بن الأعصم وضع السحر في جف ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا يضعونه في قصدير
أو في شيء مانع، المقصود بأنه يمنع السحر حتى يصل إلى الرطوبة أو الماء. هذا العمل الموجود الآن ضبط بفضل من الله عز وجل في قطعة من القماش، وكان معقود عليه بعض العقد فك. لكن نحن يا أخوان هذه النموذج إخوان المشاهدين، نشوف بعد ما شفتوا حقارة هالساحر، شوف كيف جرأته على الله ومعصيته لرسول الله وتجرؤه على الناس. هذا العمل الموجود يا أخوان، يعني أنا أقول إخوان المشاهدين، وش هذا العمل؟ يعني ما هو هذا العمل؟ حنا الآن نبي نفك معك حط للزوج والزوجة ولطفلته الصغيرة. طبعا هذا العقد التي يعقدها خيطها، وهي عبارة كل خيط كان يعقد عقدة مع النفث عليها. هذا العمل الأول، أن تلاحظون الإبرة الأولى للزوج، والثانية للزوجة، والثالثة للطفلة. لكن يا أخواني وش تصورون هذا؟ وشو هذا؟ إيش هذا؟ هذه مشيمة المرأة لما وردت أخذت وعمل فيها السحر، أخذها من ذلك الوقت. نعم، فعمل لها العمل ثم وضعها في هالمكان. حقيقة هؤلاء هؤلاء يا أخوان هي حقيقتهم التي يعني يصنعونها. يوم يحتقر كلام الرحمن جل وعلا بالنجاسات، ويوم يضع الكاذورات عند أسماء الله عز وجل الحسنى. ولا يمكن أن يتم السحر للساحر الشيخ إلا بقرابين يتقرب بها إلى الشيطان الرجيم. أحسنت الشيخ عادل. الحقيقة أحبائي المشاهدين، أشكر كل من تواصل معي عبر أرقامين. الآن نستعرض مع الشيخ عادل مقبل الآن معي في هذا المكان عن علامات الساحر. الشيخ عادل، تابعنا مع المشاهدين كما قلتم تأصيلا جيدا ومناسبا لما رأينا من حقرتهم. الآن بين يدينا عروض وضعتمها الشيخ عادل، ونحب المشاهدين يطلعوا عليها من باب إعلامهم وإخبارهم بعلامات السحر أو علامات الساحر. تفضل يا شيخ. الحمد لله موصول، الصلاة والسلام على الرسول وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. علامات الساحر والكاهن كثيرة، لكننا نحن بنختصر على علامات بعض السحرة. أما الكهانة فلها يعني باب آخر وشرح آخر يعني. لكن من أهم هذه العلامات التي يعرف بها الساحر ويميز بين الساحر والقارئ الشرعي أو الذي يقوم بالعلاج، أنه إذا سأل الشخص عن اسم الرجل أو اسم أمه فيعرف أن هذا ممن يتعامل مع الجن، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن راقيا شرعيا يقرأ بالقرآن أن يسأل عن اسم الأم، لأنه ما يمكن أن يسأل عن اسم الأم إلا عن طريق الجان. فإذا علم عن هذا الرجل فليفر منه وليبلغ إبراء للذمة إلى أقرب جهة أمنية أو مقر الإمارة أو لمركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنه. تأذلي فقط لعل المخرج الآن بس يخرج رقم الهيئة ولا الهواتف لمتابعة من أراد أن يبلغ، وهذا واجب أن نبلغ عن هؤلاء السحرة المشعوذين. تفضل الشيخ آدم. أو في المقاطعة يطلب أثر، أحيانا يطلب ملابس فنيلة، ملابس داخلية، يطلب مثلا شعر، أظافر، أثر من أثار الرجل يعرف أن هذا ممن يتعامل مع السحرة. أحيانا يطلب من الآثار موطئ لقدمه، تراب لموطئ القدم أو حذاءه أجلكم الله. كل هذه الآثار من علامات السحر وعلامات الساحر الذي يتعامل مع الجن، لأنه لا يمكن أن يتم لهذه الأعمال إلا بأشياء يكتبها، كما فعل لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد في مشط ومشاطة للنبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يطلب حيوان بصفة معينة، يقول أبغى ديك أسود، جيب لي كلب أسود. أحيانا يطلب أشياء غريبة، كأن يقول أبغى قرد أعمى، فالذي يطلب منه جيب لي قرد أعمى يقول وين أجيب لك قرد أعمى؟ أنا أصلي أقعد على الجبال أو أبحث عن قرد أعمى. أحيانا يطلب فارا يتيما، وين أبحث لك عن هذا الفار اليتيم؟ فإذا عجز من هذه الأبواب نحن أصلنا قضية أن هذا الساحر همه يبغى أمور، يبغى المال، كما عرض عليهم فرعون، طلبوا من فرعون وأعطاهم فرعون، يريد مال. فهو يقول أنت ما تستطيع، أنا أستطيع أحضر لك هذا، أستطيع أن أحضر لك هذا الفار اليتيم، لكن تعطيني 10,000 ريال لأجل أشتري بخور وبعض الأشياء التي يتقرب بها إلى ملك الجان يأتيني. وأحيانا يطلب أشياء غريبة، كأن يقول صد لي 12 جرذي أن يكون في وقت الكيلولة. ومن أعجب ما يمكن جاءني رجل يقول أنني طلب مني طبيب شعبي أن أحضر له 11 جرذي في وقت الكيلولة. قلت يا أخي هذا مو طبيب شعبي، وأنني قال لأحد أقاربي أن هذا العمل، وهذا أكيد أنه مشعوذ.
فأرشد جزاه الله خير على هذا الساحر وبفضل من الله تم إلقاء القبض عليه. إنما هو يطلب هذه الأشياء من باب التعجيز له حتى يستنزفه من الأموال. أحيانا يطلب ذبيحة بهيئة معينة ثم يذبحها ثم يأخذ الدم المسفوح ثم يوطخ بها البدن أو يكتب عليها بعض الطلاسم. أحيانا يأمر أن يذبح هذه الذبيحة ويرميها في أماكن خربة أو في أماكن مهجورة أو يأخذ منها جزءا بسيطا يحضره والباقي يرميه. أحيانا يكتب طلاسم، هذه الطلاسم مثل هذه الأشياء الموجودة، يكتب طلاسم ملئت بالرموز، النجوم، الحروف، القرقام، السحرة، كل طلسم، كل رمز، كل حرف له معنى وله مقصود. وهنا طلسم مثلا آخر، هذا الطلسم الأسود الذي كتبه الساحر كله استغاثات بغير الله عز وجل، وفي نهاية الطلسم هنا مكتوب فتح من الله ونصر قريب، ثم قال أعوذ بالله منهم أبو بكر وعمر وعثمان. أحيانا مثل هذه الطلاسم تكتب ولها معنى شيخ، ولها معاني عند السحرة، وأحيانا قد يكتبها في هذه الأوراق أو الخرق، وقد يكتبها في بعض القراطيس أو الأوراق أو الحجب. أحيانا يعطيه بعض الحجب، يأمر أن يتعلقها، مثل يعطيه حجابا يقول ضعه تحت المخدة، هذا يضع تحت وينام عليه شيخ، المخدة ينام عليها، كلها بالداخل مليئة بالطلاسم والرموز كما شاهدتم من الأشياء. أحيانا يعطيه أشياء يأمر أن يتعلقها مثلا في عضده، يعطيه تعلقها في عضده. هذه الطلاسم الموجودة في العضد بهذا الشكل كلها لو تلاحظون هنا، لو يلاحظ هنا آية الكرسي وبسم الله قد قلبت سبحان الله، ثم يوضع بعض الطلاسم والرموز، استهزاء بالقرآن. نعم نعم. وأحيانا يعطيه بعض الحجب الكبيرة، هنا بسم الله الرحمن الرحيم مقلوبة، قد يأمره أن يدفنها أو يضعها يعلقها في مكان، هنا ملاحظ يلاحظ مشاهد بسم الله الرحمن الرحيم مقلوبة. وأحيانا قد يعطي بعض الأشياء التي يأمر أن يتعلقها في العنق، يعلق على رقبته، على رقبته، مثل هذه الحجب الموجودة إن جلد. وأحيانا قد يعطي شيئا مثل هذه الحجب يتعلقها لكنها في معادن، وهذه التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. وأحيانا قد يعطيه بعض الأشياء التي ربط فيها بعض العقد، وضعت فيها بعض المسامير والعقد فيها. نعم بالشكل هذا. أحيانا قد يعطيه داخله شيخ، هذا داخله حجاب طبعا. نعم حجاب مليء بالطلاسم، مع الأسف أن هذا مسلما تعلق هذا الحجاب، وهذا الحجاب على شكل صليب، صليب ليته صليب بس، بل بداخله السم الزعاف من الكفر بالرحمن والاستهزاء بالقرآن واحتقار كلام الرحمن وكتابتها بالنجاسات. أحيانا يعطيه بعض الأوراق مثل هذه الأوراق، فيأمره ملئت بالطلاسم والرموز، يأمره أن يضعها في داخل ماء ويشربه. وأحيانا يأمره أن يضع الماء فيعزم عليه بأوراق ويضع في أماكن في وقت معين يسمونه بالتنجيم، تنجيم الماء، فيشرب منه ويغتسل به. وأحيانا يعطيه بعض الأشياء الحروف والأرقام المقطعة اللي شاهدته، وأحيانا يعطيه بعض الوداعات التي يتعلقها مثل هذه الوداعات، وداع طبعا مجموع من الوداع اللي هو الأصداف البحرية يتعلقها، أو أنه يأمر أن يضعها في البيت لدفع عنه البلاء، يعلقها ثم يكتب عليها بعض الطلاسم وبعض الرموز. وأحيانا قد يعطيه خاتما مثل هذه الخواتم، هذه الخواتم أنتم يعني قد لا تتضح في الصورة واضحة، لكنها بداخلها يلبسها كله شيخ عادل. نعم يلبس بعض منها، لا يعطيه خواتم، لكن هنا لو نشاهد هذا الخاتم مثلا، هذه مجموعة من الخواتم، هذه الخواتم في داخلها ما تشاهدون فيها شيء، لكن بالداخل هنا قد ما يتضح، يعني بالداخل هنا ملئت، هل ممكن تقرب يعني الصورة؟ بداخلها مجموعة من الطلاسم والرموز المكتوبة. وأحيانا قد يعطيه بعض الأشياء التي هي في الظاهر شيئا من القرآن، مثل هذا عمل ضبط العكس يا شيخ، العكس، هذا سورة الفاتحة أهديت لامرأة عمل
من علامات الساعة بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة كاملة، والبيت مضطرب ومشاكل فيه، وهي عبارة عن هدية أهديت لأصحاب البيت، لكن خلفها السم الزعاف الكفر بالرحمن جل وعلا. هذا الطلس، هذا الطلس. وأحيانا قد يعطي أشياء، أمره أن يضع أشياء يأمره، لا هذا خلها شيخ أعطي هذا الثوب، نعم، قد يأمره أحيانا أنه يلبس لباس بصفة معينة في أيام معينة، أيام معينة، هذا الثوب يلبسه مليء بالطلاسم، تجلس 10 أيام 7 أيام 11 يوم أنت تلبس هذه الملابس ما تخلعها. قد يقول قائل طيب أنا أريد أن أقضي حاجاتي، أخرج خارج البيت ألبس ملابس أخرى، أريد أن أخرج أقضي بعض الأشياء، أريد عملي، قل ما في مشكلة، لكن لابد أن تكون متعلق بهذا الطلسم، لابد أن تتعلق بهذا الطلسم، لكن أنا أعطيك بديل لهذه الملابس، فيعطيه مثل هذه الصدرية اللي تشاهدونها الآن، هذه صدرية عادية، هذه الصدرية الآن ما فيها شيء، عبارة عن صدرية عادية، لكن يقول إذا أردت أن تخرج من البيت افسخ هذا اللباس مثلا والبس هذا. وفي داخلها هنا عبارة عن سحاب بعد آخر في داخله السم الزعاف الكفر بالرحمن جل وعلا مثل هذه الطلاسم المكتوبة. إذا خرجت الآن يا شيخ، بانت الحقيقة، هذه الطلاسم موجودة. يعتقد بعض الناس اعتقادات إذا جاء عند هذا الرجل أنه يعطيه بعض الأشياء التي يعلقها، كأن يقول حط الكف ليدفع عنك البلاء، أو علق عين خرزة زرقاء. اسمها شيخ الدارج خمسة وخميسة ولا؟ هذه خمسة وخميسة وهذه تدفع عنك العين، أو حذوة الحصان، أو بعض الأشياء الموجودة هنا، أو سبحة زرقاء، هذه من الدجل والكهانة اللي يكتبون بها على الناس. لكن يا أخوان كل هذه العلامات ما يمكن أن تتم للساحر إلا بقربانه للشيطان. شوف نلاحظ هذا المصحف بفضل من الله ضبط عند أحد السحرة، هذا المصحف كتاب الله جل وعلا نضيفه على بعض احتكاراتهم للقرآن لكلام الرحمن، امتلأ هذا الكتاب بالفاتحة أول صفحة وسورة البقرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سورة البقرة أخذها بركة، سورة البقرة لا تستطيعها البطرة السحرة، ما قرأت سورة البقرة فيقربه الشيطان، سورة البقرة هذا الرجل الساحر أخذها. طب قد يقول شخص يسأل الآن يقول أنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سورة البقرة لا تستطيعها البطرة وهي اللي تجلب البركة وتبعد الشياطين، كيف استطاع الساحر أنه يحضر هذا المصحف ويأخذ سورة البقرة فيمتهنه؟ نقول له أنه صح الخبر عنه لا تستطيعه البطرة، والله أنه لا يستطيع، ولذلك تشاهد أخذه من المطبعة وأخذ سورة البقرة لكن لم يستطيع أن يكملها فجعلها فارغة يكتب فيها بعض الطلاسم والرموز احتكارا لكلام الرحمن جل وعلا. هذا يعني مختصر عن بعض العلامات، وإن كان في العلامات الكاهن أيضا أمور أخرى يعني نتركها أحسن الحديث عن الكاهن. إذا هذا فقط شيء موجز أحد المشاهدين مما رأيتموه وتابعتموه معنا في هذا اللقاء مع الشيخ عادل المقبل، ونعرف ليس كلما دقائقنا الآن بدأت تسير علينا فلم